لاغتيال الرئيس الحريري لم يكن عملا مرتكبا من أشخاص، كان عملا مدبرا من قبل أكثر من دولة. اغتيال الحريري كان عملا منسقا ومدبرا وأكثر من دولة قامت به. بالأسماء والوقائع، معلومات صادمة كشفها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قد تغير الأحداث في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وهذا كان دور حزب الله. في سلسلة مقابلات مع التلفزيون العربي، كشف السنيورة عن معلومات هامة حول اغتيال الحريري، لافتا إلى أن هذا العمل لم يكن مرتكبا من أشخاص، بل كان عملا منسقا ومدبرا من أكثر من دولة. ولفت السنيورة إلى أن من أراد اغتيال الحريري كان يريد وضع يده على لبنان وسوريا والعراق وبعد ذلك اليمن، ولكن النتيجة كانت مختلفة، وهي خروج سوريا من لبنان، إلا أن بديل الأخير كان قد أصبح جاهزا، وهو حزب الله، حيث كانت إيران تخطط لهذا العمل. كما أعرب السنيورة عن اعتقاده بأن النظام السوري كان على بينة وموافقة على اغتيال الحريري، ولفت إلى تسوية فعلية مع الصين وروسيا لتجنب وضعهما فيتو في مجلس الأمن. معقولة هذه this is unfair تعرفني؟ إن والله أنا خايف يقولوا عنه والله الحريري عمل له مانيبيلاسيون، فمش هيك بده ياخذ يكون قاسي معه حتى ينفع حاله التهمة. وخلال المقابلة تطرق السنيورة للقرار 1559 الذي كان الحريري يرغب من خلاله أن يسترد لبنان سيادته وقراره الحر، معتبراً أن اتهام الحريري بأنه خلف القرار 1559 ساهم بقرار تصفيته. فبنتيجة المحاكمات التي جرت وتحقيقات المحكمة الدولية لأجل لبنان، اتهم عناصر من حزب الله كانت على تفاهم مع النظام السوري باغتيال الحريري، مضيفاً كان هناك من أخذ القرار وهناك من نفذ العملية. ويروي السنيورة أنه في نهاية العام 2003 اجتمع الحريري بالرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يتصرف مع الرئيس اللبناني وفق السنيورة بالطريقة الصحيحة، وكان الاجتماع عاصفاً بل كان اجتماعاً تهديدياً على خلفية التمديد للرئيس لحود في الرئاسة، وأطبق النظام السوري الأمني على لبنان والطريقة التي يتعاطى بها لحود مع الحريري. حينها حرص الحريري وفق السنيورة أن لا يذاع شيء عن ذلك اللقاء وكتب ما جرى خلاله، ولكنه أخبر السنيورة بالأمر وقد حمل الآلام في قلبه. بكاء على الأطلال سهل والانتقاد أسهل، ولكن حل المشكلة وتحمل مسؤوليته هو الصعب. السنيورة الذي يسلط الضوء على دور حزب الله في اغتيال الحريري اتهمه خلال مقابلته مع العربي بالإمساك بالدولة واختطافها لمصلحة إيران، موضحا أنه ليست هناك محاولة حاليا لاستعادة الرابع عشر من آذار، بل هناك حاجة إلى انتظام العمل الوطني بشكل سليم.